السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 14 من سلسلة تمارين الدالة الأسرية. إذا التمرين يقول: حل في إركاري النظمة الآتية. إذا عندنا مهما يكون إكس إيكغيك ينتمي إلى إركاري، درنا إركاري ولا ممكن نكتب إر في إر. إذا إكس ينتمي إلى إر وإيكغيك ينتمي إلى إر. إذا أول حاجة غنحاول نبسط شوية النظمة باش نلقى او اكس ونلقى او ايكريك. اذا حنا كنعرفوا بانه او اكس زائد ايكريك راه هي او اكس مضروبه في او ايكريك. اذا النظمه تكافئ، اذا او اكس او ايكريك زائد جوج. دونك هاد جوج او اكس غنرجعها للطرف الاول للمعادله، غترجع ناقص جوج او اكس تساوي صفر. في المعادله الثانيه غادي نضرب في او اكس، يعني غنضرب طرفي المعادله في او اكس. اذا او اكس باش نحيد هاد او ناقص اكس، اذا او اكس مضروبه فاش في جوج، هي جوج او اكس. او اكس مضروبه في او ايكغيك ناقص واحد، اذا او اكس كنضربوها في او ايكغيك ناقص اكس. شنو هي او ديال اكس زائد ايكغيك ناقص اكس؟ اذا كتبقى لي هي او ايكغيك، اذا ناقص او ايكغيك تساوي. غنضرب كذلك او اكس في الطرف الثاني ديال المعادله، اذا او اكس مضروبه في 3 او ناقص اكس، يعني هي 3 او اكس ناقص اكس. اذا هي 3 او ديال صفر، او ديال صفر هي 1، اذا هي 3. اذا النظمه تصبح على هذا الشكل. اذا دابا غادي نحاول نحسب احد المجهولين بدلاله الاخر. اذا كيمكن لي نستعمل المعادله الثانيه. اذا في المعادله الثانيه شنو عندنا؟ عندنا او ايكغيك تساوي ماذا؟ اذا او ايكغيك كنديها للطرف الثاني، يعني كيبقى لي في الطرف الاول جوج او اكس، و3 غنديها للطرف الاول غترجع ناقص 3. اذا نعوض ماذا؟ نعوض او ايكغيك بقيمتها اي ب جوج او اكس ناقص 3 في المعادله الاولى، يعني في هذه المعادله هذه. اذا شنو غادي يولي عندي؟ غيولي عندنا او اكس، اذا او ايكغيك كنعوضوها بالقيمه ديالها، يعني غترجع او اكس عامل جوج ديال او اكس ناقص 3، اذا زائد 2 ناقص جوج او اكس. اذا حصلت على معادله فيها فقط مجهول واحد، وبالتالي دابا يمكن لي نلقى القيمه ديال هذا المجهول هذا. اذا غادي ندير النشر. اذا عندنا او اكس مضروبه في جوج او اكس، اذا هي جوج او اكس الكل اس 2، او اكس مضروبه في ناقص 3 هي ناقص 3 او اكس، ناقص جوج او اكس زائد جوج تساوي صفر. اذا جوج او اكس الكل اس 2، اذا ناقص 3 اكسبونونسييل ديال اكس، ناقص جوج ليكسبونونسييل ديال اكس هي ناقص 5 ليكسبونونسييل ديال اكس زائد جوج تساوي صفر. اذا هنا نعوض او اكس، او نضع او اكس تساوي تي باش نلقى معادله من الدرجه الثانيه، ويمكن لي بسهوله نلقى القيمه ديال المجهول. اذا تصبح المعادله على هذا الشكل، اذا جوج تي مربع ناقص 5 تي زائد جوج تساوي صفر. اذا كنديرو دلتا، دلتا تساوي بي مربع اي ناقص 5 اس 2، اذا هي 5 اس 2 ناقص كتجمع المربع ناقص ماذا؟ ناقص 4 في ا في سي، يعني في جوج في جوج. اذا 4 في جوج في جوج هي في 4، يعني 25 ناقص 16 هي تساوي 9.
إذا جذر دلتا كيساوي 3. إذا الحلول هما تي غادي تساوي لنا ناقص بي أي ناقص ناقص 5 اللي هي 5 ناقص جذر دلتا اللي هو 3 على جوج أ، يعني جوج في جوج هي 4. إذا تساوي جوج على 4 أي 1 على جوج، أو إذا عندنا حلين، أو تي تساوي 5 زائد 3 اللي هي 8، 8 على 4 هي جوج. إذا لقينا إما تي كتساوي 1 على جوج أو تي كتساوي لنا جوج. إذا تي عندنا كتساوي لنا 1 على جوج أو تي كتساوي العدد 2، يعني أن أو إكس تساوي 1 على جوج أو أو إكس تساوي 2. إذا دابا لقينا أو إكس كيمكن لي نلقى أو إكريك، ومن بعد نعوض في المعادلة. إذا عندنا أو إكريك بدلالة أو إكس، إذا أو إكريك تساوي في حالة إلا كانت أو إكس كتساوي 1 على جوج، أو إكريك كتساوي لنا جوج في 1 على جوج ناقص 3. إذا جوج في 1 على جوج هي 1 ناقص 3 أي ناقص 2. أو أو إكريك تساوي ماذا؟ تساوي جوج في جوج اللي هي 4، إذا جوج في جوج ناقص 3 أي 4 ناقص 3 هي 1. إذا أو إكريك تساوي ناقص جوج غير ممكن، يعني غير ممكن، يعني ما يمكنش تكون أو إكريك واحد العدد اللي هو موجب كيساوي لنا عدد سالب، وبالتالي هاد الإمكانية غير ممكنة. إذا شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي فقط هاد الإمكانية هادي، يعني أو إكس تساوي جوج أي أن إكس تساوي الألين ديال جوج، أو إكريك تساوي واحد أي أن إكريك تساوي الألين ديال واحد اللي هو صفر. إذا الزوج أو إس تساوي الزوج ألين جوج صفر هو الحل ديال هاد النظمة هادي.